ويؤخذ بالسنة الصحيحة سواء في الفروع أو في الأصول، لأن فيه من يقول أخبار الآحاد لا يؤخذ بها في العقائد، إنما يؤخذ بها في الفروع لأنها أدلة ظنية، يقولون أدلة ظنية، ظنية عندكم، أما عند أهل الإيمان فليست ظنية، هي تفيد اليقين، تفيد العلم، ما دامت صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي تفيد العلم وليست ظنية، فيؤخذ بها في العقائد وفي المعاملات وفي غيرها.